بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ثم ما بعد. طلابي وأحبابي أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات مقررات أربعة فصل الدراسة الثاني الفصل الثاني في الكتاب الدرس الخامس بعنوان نظرية ذات الحدين. مفردات مثلث باسكال ونظرية ذات الحدين. مثلث باسكال ده عالم فرنسي اخترع المثلث اللي قدامنا ده. هو المثلث ده يمكن استعماله لإيجاد معاملات مفكوك المقدار A زائد B أس N. المثلث ده مثلث باسكال اللي قدامي ده عبارة عن ايه؟ بيقول لي هو دايما الطرفين بتوع ده هم شايف كلهم واحد، الطرف ده واحد والطرف ده ايه؟ واحد. شايف الأعداد اللي هنا دي هتكون عبارة عن ايه؟ عن مجموع العددين اللي على اليمين وعلى اليسار، يعني واحد زائد واحد يعطينا كام؟ اتنين. طيب بعد كده اتنين زائد واحد يعطيك كام؟ تلات. برضو واحد زائد اتنين يعطيك كام؟ تلات. هنا تلاتة زائد واحد يعطيك كام؟ اربعة. طيب تلاتة زائد تلاتة ستة. طيب هنا برضو تلاتة زائد واحد يعطيك كام؟ اربعة. وهكذا وانت ماشي بتكبر الايه؟ المثلث. المثلث في النهاية الصف الاخير ده هيديك معاملات الحدود اللي هي خاصة بمفكوك A زائد B أس كام؟ أربعة اللي أنا إيه محتاجها. تعال نشوف كده A زائد B أس أربعة. المعامل الأول واحد، المعامل الثاني أربعة، المعامل الثالث ستة، المعامل الرابع أربعة، المعامل الخامس واحد. لاحظ معايا إن عدد حدود المفكوك هنا إن هو الأس هنا أربعة، عدد الحدود هنا هتلاقيه خمسة أزيد منه بواحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس حدود. تقدر تعمل الرمزيه، تبدا الرمز ده الاس بتاعه باربعه وانت نازل تنقص منه كل مره واحد، وتبدا بالرمز ده من صفر، يعني هنا ايه اس اربعه بي اس صفر، هنا ايه اس ثلاثه بي اس واحد. لاحظ معايا واحد زائد ثلاثه هيديك اربعه، كل مره مجموع الاسين هيديك الاس المجموع بتاعهم اللي هو كام؟ اربعه. اثنين زائد اثنين يعطيك اربعه، واحد زائد ثلاثه يعطيك اربعه، صفر زائد اربعه يعطيك اربعه. طيب تعال نشوف كده ازاي نأسس مع بعض مثلث تاني من مثلثات باسكال. بيقول لي هنا A زائد B أس 6، بالعودة لفقرة لماذا اللي موجودة عندك في الكتاب. A زائد B أس 6 هنعملها ازاي بمثلث باسكال؟ تعال نكون مع بعض مثلث باسكال. ادي واحد، بعد كده واحد واحد، الطرفين اهم، طبعا اللي في النص هيكون كام؟ اتنين، والطرفين واحد. بعد كده ظهرت الثلاثة والطرفين واحد، بعد كده هتظهر الأربعة واللي في الوسط هتكون ستة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، والطرفين برضو إيه؟ واحد. وهكذا وأنا ماشي، أربعة زائد واحد خمسة، بعد كده أربعة زائد ستة، هنا برضو واحد زائد أربعة خمسة، أربعة زائد ستة عشرة، أربعة زائد ستة عشرة من الجهة التانية. بعد كده خمسة زائد واحد يدينا ستة، خمسة زائد واحد في الجهة التانية ستة، 5 زائد 10 اعطاني 15، 5 زائد 10 اعطاني 15. اللي في الوسط 10 زائد 10 يعطيني 20، وادي الطرفين بالواحد. معاملات الحدود اهي عندي اهي، لان انا وصلت للي انا عايزه ان انا عملتها ست مرات اهي، السته لان الاس بتاعي سته. طيب اهي 1 2 3 4 5 6 بالنسبه لي. طيب بعد كده ابدا اخد المعاملات احطها للمفكوك. ايه هتاخد السته، البي تاخد الصفر، وانت ماشي بالترتيب. اول حد المعامل بتاعه واحد، الثاني المعامل بتاعه سته، بعد كده 15 20 15 6 1، وانت ماشي. هتشوف عدد الحدود هتلاقيها ازيد بواحد عن سته، يطلع سبع حدود. مجموع الاسس كل مره كام؟ سته، خد بالك. اهو زي ما حضرتك شايف، زي ما قلنا قبل كده في ايه؟ ازاي اكون مثلث باسكال. طيب نستخدم نظريه ذات الحدين. نظريه ذات الحدين بتقول ايه؟ ان انت ممكن تستخدم التوافيق في ايجاد مفكوك القوس ده. استخدم التوافيق ازاي؟ هقول ان سي 0 ايه اس ان بي 0، يعني بدل ما كنت بستخدم مثلث باسكال استخدم التوافيق. هقول ان سي 0 يعني الاس سي 0، بعد كده ابدا 1، بعد كده 2، بعد كده 3، وانا ماشي واستخدمها في ايجاد المفقود.
تعال نشوف ازاي نجيب المفكوك بتاع ذات الحدين. عندي ايه زائد بي اس 7، ايه زائد بي اس 7، الايه دي هتاخد اس 7، طب والبي هتاخد اس 0، طب دي اول واحد. طيب بالنسبه للسي هتاخد 7 سي 0، وبعد كده احسبها على الاله الحاسبه، بعد كده 7 سي 1 7 سي 2 7 سي 3. هناخد، شوف حد كده هوريه لك ازاي تستخدمه. ادي الحد الاول، ايه اس 7؟ جاب منين اس 7؟ ما هو 7 سي 0 هتكون بواحد. طيب الثاني هيكون 7 سي 1، خد بالك بقى الواحد ده اهو هيكون اس العدد الثاني اللي هو البي، يعني البي دي هتكون اس 1 اهي. الايه اس 6، البي اس 1. طيب خلي بالك 1 زائد 6 كام؟ 7. بعد كده 7 سي 2، 5 زائد 2 كام؟ 7. شوف الاس الثاني بيزيد معاك اهوت نفس العدد اللي هنا، شوف 3 3 3 3 2 2 وانت ماشي. طيب 7 سي 4، 7 سي 5، 7 سي 6. عدد حدود المفكوك خلي بالك اهم اكبر من ده بواحد، يعني بدل ما هي 7 هيكون عدد ده 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده نفكها، اما تفكها بيدك او تفكها بالاله الحاسبه، والاله الحاسبه سهلت عليك الكلام ده، بس طبعا احنا لازم نوضح لك ازاي بتتفك باليد. بعد كده طلعنا الناتج اللي هي ايه المعاملات اهي، طلعت 1 7 21 35 وهكذا، ايه طلعنا الحدود كلها اللي موجوده عندي. طبعا في طريقه ثانيه اللي احنا درسناها من شويه اللي هي طريقه مثلث باسكال، بس انت خلاص درستها وفهمتها فملهاش لازم ان احنا نعيدها ايه تاني. وضحتها لك اهي تحت، ممكن تستخدم برضو مثلث باسكال. طيب عندي سؤال مهم جدا من اسئله الاختبار، ازاي اجيب حد معين؟ عشان المساله الطويله دي في الغالب احنا ما بنجيبهاش في الاختبار لانها طويله جدا زياده على اللزوم عليك. اجيب الحد الخامس ازاي؟ حد بعينه اجيبه من المفكوك. هو بيتكلم عن الحد الخامس، خد بالك ان احنا دايما اقل من العدد بواحد. يعني ايه؟ يعني هنقول بدل ما نقول 11 سي 5 هنقول 11 سي 4، ومن هنا نقدر ناخد الاسس حق الواي وحق الزد. الواي 11 ناقص 4، اما الزد هتاخد الاربعه. تعال نشوف، فصلتها لك انا تحت اهو بالرموز. انا عارف انك مالكش تقل شويه على الرموز، ان كي هتساوي 4، يعني بالنسبه لي 11 سي 4 اهي 11 سي 4، والواي واي 11 ناقص 4، والزد زد اس ايه 4. اذا هتكون عباره عن كام؟ طلعت 11 سي 4 طلعت 330، هتكون 330 واي اس 7، جت من 7 دي 11 ناقص 4 يطلع 7. طب وجت منين 4؟ ما هي اس 4، مش انت قلت الحد الخامس؟ يبقى هي هنا كام؟ 4. طيب تعال احل معاك انا واحده اهوت برضه كمثال نحله بيدنا مع بعض. امسك قلمك يلا وحل معايا. تعال نشوف كده، حل معايا. انت دلوقتي عندك سي وعندك دي، وهو بيقول هات الحد الكام؟ الحد السادس. فهتقول 10 سي الحد السادس، يبقى هتكتب هنا كام؟ 5. السي الاولى ده هي اللي جوه داخل القوس ده، هي هتكون كام؟ هتكون سي اس 10 ناقص 5 اهي، 10 ناقص 5. طيب الدي هتكون هتاخد الاس الثاني اللي هو دي اس 5، فاقول 10 سي 5، 10 ناقص 5 يبقى سي اس 5، والدي دي اس 5. كده ابطال حسبناها. طب ال 10 سي 5 اقدر احسبها بالاله الحاسبه، اطلع الايه؟ الناتج. بقت معاك بالنسبه لك سهله جدا وتقدر ايه تحسبها. المهم ازاي تقدر تتعامل مع موضوع الحد السادس دي عشان خاطر تطلع الرموز صحيحه والاسس ايه صحيحه. خدنا اليوم يا شباب ازاي، ده ملخص المفاهيم بالنسبه لي، خدنا ازاي نجيب مجموع او نجيب مفكوك قوس اس ان او اس اي اس بالنسبه لي اكبر من 2 باستخدام مثلث باسكال، خدنا ازاي نعمل مفكوك ذات الحدين، ازاي نجيب حد معين من مفكوك ذات الحدين،
من غير ما نجيب المفكوك بالكامل، ازاي نحسبه، ازاي بيحصل عمليه زي الكراسي الموسيقيه كده في الاسس، وازاي بننقص وازاي بنزود الاسس. ان شاء الله باذن الله تكونوا فهمتوا يا شباب، وان شاء الله التقيكم في درس قادم من دروس ماده الرياضيات. دمتم بخير باذن الله تعالى، موفقين ومن تفوق الى تفوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.